بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا عندنا. النهارده هنعمل حلقه ابيتايزرز، كلها حلقه مقبلات او فواتح شهيه. قلت عشان بيبقى في ناس بيطلبوا مني طريقه السبرينج رولز والسمبوسك والنهارده هعمل كمان كنافه بالجمبري. هنعمل كذا حاجه كده لطيفه من الاطباق الجانبيه اللي احنا بنحطها مع الاطباق الرئيسيه في اي عزومه او في شهر رمضان لما بنيجي نفطر. النهارده هنعمل كنافه بالجمبري وهنعمل كمان سبرينج رولز بالخضار. الكنافه بالجمبري عباره عن كنافه، بس طبعا مش هنقصقصها خالص، هنخليها بطولها كده، وجمبري هنقشره ونسيب ديله، وكابري واي نوع جبنه كريمي او اللي بيبقى فيها نسبه من القشطه، وده عشان نلزق بيه الكنافه. السبرينج رولز بقى هنبقى محتاجين سبرينج رولز وكرنب ابيض وبصل متقطع شرايح وجزر وكوسه متقطعه كاريه صغنن وجنزبيل فريش. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط معلقه زيت تمام، وهنحط البصل الاول نقلبه كده مقطعاه كده شرايح زي ما انتم شايفين، وبعدين لما يدبل شوية هنبتدي نحط الكرنب والجزر والكوسة. تعالوا نشوف الكنافة هنلفها ازاي. هفتح الزيت عشان النهاردة كل حاجة هنقليها. هنجيب الكنافة زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب الجبنة وهحط كده كابري هي الجبنة اصلا بتخلي الكنافة تلزق على طول، واشيلها كده. بس هون نبتدي برضو نحط الكرنب، كل صنف يبقى فيه كنافه. نجيب بقى الكنافه تاني ونحطها كده، ونجيب جبنه وكابري وجمبري نعمل واحدة كمان. بس كده نشيل بقى حاجة الكنافة